القضايا. وسط أجواء من التفاؤل التقى رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس الأمة وبحضور عدد من النواب في لقاء كان هدفه المعلن مباركة من الحكومة للمجلس ولرئيسيه على نيلهم ثقة الناخبين. ومن شأن هذه الزيارة أن ترسم ملامح العلاقة بين السلطتين خلال الفترة القادمة. فالحكومة من جانبها عبرت على لسان رئيسها عن رغبتها بالتعاون مع المجلس، متعهدة بأن يكون البند الأول في برنامجها الحكومي في اجتماعها يوم غد. أما أولويات المجلس فلا يزال الاستبيان الشعبي قائما لاستشعار أولويات المواطنين، وهو استبيان أكد رئيس المجلس أنه مجاني وغير ملزم للمجلس. أما اللجان البرلمانية والتي من المقرر أن تنتهي من أولوياتها قبل الأول من سبتمبر، فلا يزال بعضها يناقش هذه الأولويات فيما انتهى البعض الآخر منها، مثلما فعلت اللجنة التشريعية اليوم والتي قدمت أولوياتها لمكتب المجلس الذي ينتظر اكتمال أولويات بقية اللجان ومن ثم مناقشتها جميعا مع الحكومة لتحديد أولويات السلطتين خلال دور الانعقاد القادم. اجتمع رئيس السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم بمكتب رئيس مجلس الأمة بحضور عدد من أعضاء المجلس. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن السبب الرئيسي للزيارة هي لتهنئة رئيس وأعضاء مجلس الأمة على نيلهم ثقة تمثيل الشعب الكويتي للفصل التشريعي الحالي. كما أشار المبارك إلى سعيه والحكومة للتعاون مع مجلس الأمة، مشيدا بما لمسه من تفهم ورغبة من أعضاء المجلس للتعاون مع الحكومة. أبديت الحقيقة قدام أخواني النواب رغبة شديدة بأن يكون فيما بيننا تعاون وتفاهم، لنكون عند حسن ظن أمير الكويت وشعب الكويت فينا، وهذا اللي لازم يكون إن شاء الله في المستقبل. ورأيت منهم الحقيقة كل تجاوب، فما سمعت منهم شيء يثلج الصدر، وأنا متفائل تفاؤل كثير وكبير بأن راح نقوم بالواجب اللي علينا تجاه شعبنا وأميرنا. من جهة أخرى، كان برنامج العمل الحكومي محل تساؤل عدد من النواب خلال المرحلة السابقة نظرا لعدم تقديمه للمجلس إلى حد الآن، حيث أكد سمو الرئيس أنه مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم غد تمهيدا للانتهاء منه وتقديمه لمجلس الأمة. صحيح، احنا بكرة عندنا مجلس الوزراء الحقيقة، وأول بند يعني عندنا في مجلس الوزراء على هذا الموضوع الحقيقة، على برنامج الحكومة فيها. من جانبه، أشار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى تلمسه وعدد من النواب النية الصادقة والجدية من الحكومة للتعاون وتحقيق المكاسب للشعب الكويتي خلال المرحلة المقبلة. الشعب الكويتي يطالبنا جميعا، يطالب السلطتين، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بالإنجاز والعمل. وحقيقة لمسنا أنا ومجموعة من النواب النية الصادقة والجدية لدى الحكومة لأن نحقق للشعب الكويتي الكثير من المكاسب عن طريق الإنجاز والعمل. وأيضا أكد الطرفين بأن الأصل الدستوري في العلاقة ما بين السلطتين هو التعاون وفقا للمادة 50 من الدستور.